يعني اخيرا وليس اخيرا لان احنا فاضل عندنا اقل من دقيقه ونص على نهايه الحلقه، فعايز اسالك واختم معاك الحوار بالسؤال ده. سمعنا مؤخرا في كلام كده برضو عايزين نعرف منك مدى مصداقيته، فكره ان في اتجاه او في توجه او في حتى تفكير في ان الموسم الجديد للدوري المصري هيكون مكون من مجموعتين. الكلام ده حقيقي ولا؟ طبعا فكره مطروحه واتطرحت في الاجتماع الاخير للجنه انك تقلل عدد المباريات. لما تخلي الدوري على مجموعتين بالتالي الفرق كلها مش هتلاعب بعضها، في مجموعه هتلاعب بعض ومجموعه هتلاعب بعض، فبالتالي هتقل. يعني احنا بنلعب دلوقتي 34 اسبوع، واضرب بقى 34 في 9 مباريات هتطلع بعدد معين، هتقلل المباريات دي اكيد ل تقريبا النص، وبعد كده تعمل دوره مجمعه. في بقى البعض يقول نعمل ما بين الاول للرابع، وفي بعض يقول لا نعمل من 1 لـ 8. بس انا كريم سعيد وجهه نظري الشخصيه، الفكره دي بالنسبه للموسم الجاي فكره جيده جدا، والموسم الجاي لو بقى على مجموعتين هيبقى شيء افضل من انك تلعب على دوري من 18. ربنا يصلح الحال كالعاده، بنسعد بوجود